اليوم كنت واجد على مستوى منطقة سيدي البرنوسي في المشروع ديال القناة بي ان. هو مشروع مهيكل مهم لهذه المنطقة ديال سيدي البرنوسي، على اعتبار ان هذه المنطقة يعني في الوقيتة ديال الشتاء كتعرف واحد التدفقات مائية قوية، وبحكم يعني الطوبوغرافيا ديال هذه المنطقة يعني كاين واحد النوع ديال المنحدرات اللي كتشكل واحد النوع ديال التجمع ديال المياه في الوقيتة ديال الشتاء. وبهذا تم يعني التفكير في هذا المشروع هذا اللي الكلفه ديالو ازيد من 277 مليون ديال الدرهم، اللي مموله من صندوق الاشغال ديال مجلس المدينه. بطبيعه الحال هذا المشروع غادي يمكن من الحد من الاثار ديال الفيضانات بهذه المنطقه. كما كنعرفوا كاين واحد المجموعه ديال النقاط اللي كتعرفها هذه المنطقه ديال البرنوسي، ولهذا هذا المشروع هذا غادي يمكننا من التقويه ديال الشبكه ديال تطهير ديال مياه الامطار في هذه المنطقه، والحد من ذاك الضغط اللي كانت تشكلوا المياه ديال الامطار على القنوات المتواجده. هذا المشروع مهيكل فيه تقريبا واحد الطول ديال 7 ديال الكيلومتر، فيه مجموعه ديال ربما في ملي نزلتوا احد الابار ديال المشروع راه شفتوا جانب من الاشغال تحت الارضيه اللي كنقوموا بها، مكون من 3 ديال الاجزاء. الجزء الاولاني على مستوى طريق الرباط في تقريبا النسبه ديال تقدم الاشغال وصلت ل 15%. كاين الجزء الثاني من طريق الرباط حتى تقريبا واحد لافوا اس بي 8 كنسميو اس بي 8، دونك الاشغال وصلت ل 20%. وكاين الجزء الثالث اللي يمتد من تقريبا شارع شفشاوني حتى المصب في المحيط الاطلسي، فيه تقريبا واحد النسبه ديال تقدم الاشغال ديال 5%. كما لاحظتوا المشروع يعني مهيكل، فيه ثلاثه ديال المكونات، وكنحاولوا ان كل مكون فيه شركه معينه باش نحاولوا نربحوا ان شاء الله، ونحاولوا نسلموا الاشغال في الاقرب.